أنا بالجيش مش ولي عهد، أنا مثلي مثل باقي الضباط، والقوات المسلحة مدرسة بتعلم الالتزام والتضحية والانضباط، وصراحة الزمالة اللي لمستها بالجيش ما شفتها بمكان ثاني. الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الهاشمي وولي العهد، الضابط برتبة نقيب في الجيش العربي، والجندي الذي يتقدم صفوف العسكر في ميادين البطولة. تسلح الحسين في الجيش بسلاح العلم، فدرس في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وبالمعرفة بسلسلة دورات تدريبية متخصصة في الجيش العربي، وبالقوة والمهارة في قربه من والده الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. كل كتائب الجيش العربي تعرف الحسين عن قرب، تعرفه جندياً وقائداً يتقدم صفوف التضحية والفداء في سبيل الوطن. في ميادينها خضع لدورات عسكرية متعددة، فوجدناه بين رفقائه في العمليات الخاصة يتدرب على كافة صنوف القتال والقفز المظلي، وفي السماء أتقن الحسين فنون الطيران رفقة صقور سلاح الجو. تلك المدرسة التي قال فيها الحسين ذات يوم: إننا نتعلم فيها دروساً في المروءة والبسالة. وفي قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أنهى الحسين دورة الغطس الخاصة وقيادة القوارب، وشارك في تمرين تعبوي ثغر الأردن واحد في محافظة العقبة. في الفترة الحالية يخدم ولي العهد في كتيبة المدرعات الثانية الملكية مساعداً لقائد سرية الدبابات، وطوال خدمته العسكرية حرص الحسين على أن يكون الأقرب لرفقائه من حملة السلاح، فوجدناه مع الجنود على طول حدود المملكة للذود عن ثراها الطهور. فكان الحسين الأخ والصديق والضابط في ميادين التدريب، نهج استقر في وجدان الحسين كما استقر في وجدان أبيه وأجداده من قبل.